اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة منوعات ابو محمد في حياة اهل الريف. شغل الفطار في الدرة، طلع النبي تنجز في الوقت، شغلها كويس. انت عاوز توفر تقاوي، احسن طريقة للزراعة هي شغل الفطار في الدرة دي، احسن طريقة للزراعة. طلع النبي لما حضرتك شايفين كده الارض اتدرفلت الاول وبعدين الستاره تيجي تعمل ده احسن شغل بقى. الارض تنعم والدرفيل افضل من المحراث. نعم الارض بني عليها لحد دلوقتي. بتفضل كلها زراعة السطارة الذرة، تريح الفلاح ومطر الوقت والمجهود، وإن كانت مكلفة سنة بس في المقابل بتريح الفلاح وبتنجز وقت. خمسة وستين استراب فوش الصغير من الأرض منها نعمة وخيرة. الله نور على الجحمود. لا جميل جدا الستارة دي. تخدم الأرض كويس وتجيب محصول وإنتاج. حاجات تنجز، حاجات اللي ورا دي اللي بتغطي على الأرض. جميلة صح؟ أوه. والله احنا من الزمن دراهي احمر. اه والله من بقول لسه بقول الفلاح ارتاح. لسه شايف ستارة هنا نازلة برضه تزرع الرز بس ما لحقتش اصورها. دي ستارة بتزرع الرز. اه يعني الذرة دي ذرة نوع ايه؟ ذرة بتاعي. بس نوع ذرة دي؟ بتاعت البجل؟ اه. نوعية الذرة السنادي كويسة. 1850. اه 2050 جنيه. اه والله. حاجة مرة. بس كويس انت في زراعة دلوقتي الحمد لله. ليه بقى؟ لأن دي الميعاد المظبوط لزراعة الذرة. اه. الناس اللي استعجلت قبل كده. عمال أقول له تقل لي أصل مؤاخذة هنا المصرف وخد البال. أيوه بيقلعوه. بينتشوا الذرة. اه. الأرض دي مالحة ولا حلوة؟ حلوة في الشرق. شرب؟ النص اللي هناك دي ملح كله. كل اللي هناك دي في ميه اه بايظ. حتى اللي هنا دي. اه الزو... في الملف الاصل في الملف ده انا كنت مأجر. والله؟ زرعت فيها ذره وزرعت فيها رز. بس ما ينفعش الرز اللي ينفع فيه. خز منها رز وخز منها والبركين خز.
ما هذا ما من الدواري بيقول لك ما تكتمش. نقدم لنا رز يا جدعان، جابت رز مو هنا ما جابتش منه رز. ليه بقى؟ كان الفلل اللي الناحيه دي كانت عافيه، والناحيه دي كان بتاع قصير، دي اللي جابت العافيه ما جابتش. اصل الاثنين تبع بعض، الاثنين واحد يعني. ما ابن عم اللي كان هنا. ايوه.